حل مهام دراغون بول الجديدة تدريب التركيز. وعندنا أول مهمة نفذ إصابات رأس في أثناء التصويب الدقيق عبر المنظار. وهنا يبيك تجيب شخص تشوت بالسلاح فيه سكوب زي الأوك والرشاش أو منظار والهافي سنايبر. المهمة اللي بعدها ألحق الضرر بلاعب من مسافة 75 متر وأكثر باستخدام أسلحة ذات منظار. وهذه المهمة نفس المهمة اللي قبلها بس يبي لها تدمج 200 بس ولا مو هد حتى. المهمة الثالثة اجمع عنصر نادرا أو أفضل من الأرض خلال 3 ثواني من الهبوط من حافلة المعركة. يعني يبيك تنزل من الباص ومعك 3 ثواني تاخذ فيها سلاح أزرق أو أعلى من الأزرق. المهمة الرابعة ألحق ضررا بلاعب باستخدام الكامي هاميها قبل الهبوط من على سحابة نيمبس. يعني يبيك تطير بالغيمة وبعدها تستخدم الكامي هاميها وتدمج لاعب. المهمة اللي بعدها اقطع مسافة على الإسفلت بمركبة. وهنا يبيك تمشي على الطريق مسافة 750 مترا بالمركبة وبتنحسب لك المهمة. والمهمة الأخيرة ترجع من على 5 شجرات مختلفة من دون الهبوط باستخدام خطاف. يبيك تستخدم القفاز وتتمسك 5 شجرات بدون ما تطيح وبتنحسب لك المهمة. وفي النهاية أتمنى منكم لايك وفولو. ما بقى شيء نوصل 900 ألف. مع السلامة.